هو الفيديو قديم شوية، بس صراحة الطريقة بتاعت العرض بتاعه عجبتني جدا، وإن شاء الله يكون فيه فايدة كبيرة جدا للناس. هو بيتكلم في أول فيديو عن فايدة البامب، إن هي بتضخ الدريلينج مض بتاعي، بتضخ الدريلينج مض، عشان الدريلينج مض ده بيساعد على يعمل لي كولينج أو عملية تبريد للدقاق، ويزيح الكاتنج اللي طلعت، ويزيح الكاتنج اللي طلعت اثناء الحفر ويطلعها على الشيشه. وكمان الدرينج فلويد ده زي ما احنا عارفين بيوفر لي هيدروستاتيك بريشر، والهيدروستاتيك بريشر ده هوت بيعمل لي زي اوفر بالانس على الفورميشن بريشر. دي وظيفه الطفله او بعض وظائف الطفله اللي بضخها المضبوط. طيب الكاتنج اللي طلع ده هوت بيبقى احيانا، مش احيانا، بيبقى فيه ساند. الساند ده مع الطفله بيعمل زي ابريسيف ماتيريال، بياكل او بينحر في البارتس بتاع البامب، ينحر في القواعد، يعمل اروجن في اللاينر. تمام. This is very important because mud pumps are precisely engineered to very close tolerances. Therefore, improper replacement of parts will shorten the service life of the parts and could result in severe damage to the pump. بيقول لي ان تغيير البارتس ده مش صعب، لكن لو حصل غلط في البروسيدور بتاع التغيير ده ممكن يأثر لي عمر المد بمب، هيأثر عمر المضمون. زي ما احنا شايفين كده، ده القواعد، ده الاعدس الفالف سيت، وده الفالف. زي ما احنا شايفين في حصل ووش اوت في الفالف في الميتال، وحصل ووش اوت في الاعدس. فبقول لي حاجه زي كده المفروض تتغير بسرعه، كنا غيرنا الفالف قبل ما يعمل ووش اوت في الاعدس. أحمد خلف، الصوت بتاعي واضح والفيديو ظاهر؟ تمام هندسة، كله تمام. طيب أوكي. بقول لي عندنا في المط بامب نوعين من السيل، أو نوعين من البريشر سيل، في نون موفمنت بريشر سيل. النون موفمنت بريشر سيل اللي هو بيبقى ميتال تو ميتال، ميتال تو ميتال، يعني حديد في بعضه، حديد في بعضه، زي ايه؟ زي اللي بين القاعده والفلويد اند. ده اللي احنا شايفينه ده السيت، ده شكل القاعده او رسمه للقاعده، وده الجزء ده الفلويد اند. ميتال تو ميتال يعني ما في حديد في حديد، ما فيش بينهم سيل. انما البريشر موفمنت سيل ده اللي هو بيبقى عباره عن الجاسكت. Pressure seals must be maintained in the pump. One is the non-moving type of pressure seal, such as the metal-to-metal contact between the pump deck and the valve seat taper. ده non-movement type، non-movement pressure seal اللي هو زي ما اتكلمنا عنه، اللي هو بين السيت والفلويد اند. The other type is a moving seal, in which a flexible material maintains a pressure seal by bridging a small clearance between two parts. الموفينج سيل بقى اللي هو الجاسكت. اي جاسكت؟ الجاسكت اللي بين، عندنا ثلاث انواع، او ثلاث انواع، اربع انواع، اربع جاسكت او رابر بستخدمهم في المد بامب. عندي البيستون رابر، وعندي الجاسكت رابر اللي بين اللاينر والوير بليت، والجاسكت اللي بين الوير بليت والفلويد اند، والانزيرت بتاع الفالف ده رابر، ده كل ده رابر اللي هو الموفمنت بريشر سيل. This presentation has been prepared to demonstrate the procedure
for replacing fluid end parts in each basic type of multiplex mud pump. طب بيقول لي البرزنتيشن دهوت هيستعرض فيها ازاي يغير الورنت اوت بارتس دهيت، وهيبدا بالبيستون. طبعا الفيديو اللي اتعمل ده اتعمل في ورشه، مش اتعمل في بريمه. طيب لما اكون في بريمه في ستيبس قبل ما ابدا في تغيير اي حاجه، اي جزء في المطبخ. اول ستيبس بعملها لازم اعمل ورك بيرميت. ده لو انا شغال في الريك لازم اعمل ورك بيرميت. ايه الورك بيرميت ده؟ الورك بيرميت ده عباره عن بيبر بتديني الاذن ان انا اشتغل في المكان المعين، سواء كان في مط بامب، سواء كان سيستم، سواء كان اي نون روتين جوب. طيب الورك بيرميت ده بيكون مكتوبه فيها ايه؟ الورك بيرميت اول حاجه، او الورق اللي موجود اللي بيكون فيها، بيكون ورقه الورك بيرميت نفسها. ورقه الورك بيرميت زي ما احنا شايفين بالشكل ده، عندي اربع انواع من الورك بيرميت. عندي هوت ورك بيرميت، ودي الاعمال اللي فيها حراره زي اللحام. كولد ورك بيرميت، ودي الاعمال اللي مش هستخدم فيها لحام او هيت او تسخين، زي ايه؟ زي شغل المط بامب، زي شغل الميكسنج، زي شغل اي ميكانيكي مثلا هيشتغل في بامب معين هيفك او يصلح فيها، شغل كهرباء. بس الشغل الكهرباء يحتاج معاه انرجي ازوليشن. طيب برضه الانرجي ازوليشن ده لو هعزل، الشغل اللي انا هعمله ده هيحتاج مني ان انا اعزل الكهرباء بتاع المعده، فبعمل انرجي ايزوليشن. ان كونفايند سبيس انتري ده لو هشتغل او الجوب او الورك اللي انا هعمله مكان كونفايند او مكان ضيق، زي مثلا التنكات، غسيل التنكات ده كونفايند سبيس انتري. زي السيلر لو هحفر السيلر او اشتغل في السيلر ده كونفايند سبيس انتري، وده بحتاج معاه الجاز تيستر او جاز تيست للجاز، سواء كان اتش 2 اس او ال او ال او سي او 2 او اكسجين، الجهاز بتاع اختبار الغازات ده لو انا بشتغل في كونفايند سبيس انتري. طيب شغل المط بامب ده كولد وورك بيرميت. البيرميت بكتب فيه ايه؟ بيرميت نمبر، رقم البيرميت، وده بيكون كل بيرميت له رقم في ورقه منفصله. التاريخ اي ريج كام، الورك سايت لوكيشن او البير، على بير اسم البير اللي انت فيه. ديسكريبشن للورك، انا والله ده هشتغل سيرفيس مات بامب او تشينج بيستون المات بامب نمبر 1، تمام. بجانب الورق بتاع الورك بيرميت بيكون معاك او بيكون موجود ورقه اسمها جي اس اي او جي اتش اي، في شركات بتسميها جوب سيفت اناليسيس، وفي شركات بتسميها جوب هازارد اناليسيس. لو في الجوب ده معمول له جي اس اي قديم، بتعمل ريفيو لجي اس اي. يعني ايه جي اس اي؟ جي اس اي ده بتشوف المخاطر اللي ممكن تنجم عن شغلك في الجوب ده وليكن المط بامب، وتقيمها وتشوف انت هتتغلب عليها ازاي، وبتعمل ريفيو مع الناس. والله يا جماعه احنا هنشتغل في المط بامب، طيب ايه العواقب اللي ممكن تقابلنا؟ خلي بالكم تشتغلوا بكلافز، بامباكت كلافز، خلي بالكم انت واش يور هاند، ممكن تربط على ايدك او ايدك تستراك بتوين مفتاحين او حاجه، فخلي بالك. وانت بتضرب هامر، الحاجات دي كلها بتاخد الستيب بتاع تغيير البيستون مثلا ستيب ستيب كده، وايه الخطر اللي ممكن يقابلك وتتجنبه، تتجنب حدوث الخطر ده ازاي. تعمل مناقشه كده مع الجماعه اللي هيشتغلوا معاك الجوب في السيفتي ميتنج، وتتاكد ان هم فاهمين ومستوعبين خطوره كل ستيب وازاي يتغلبوا عليه. بعد كده طبعا شويه داتا اللي هو مين هيعمل الورك بيرميت، مين المسؤول عن الزون اللي هيشتغلوا فيها،
مين المسؤول عن السايت نفسه، السايت لوكيشن نفسه، كل السوبر السونيور تربوشر بيمضي عليها السونيور تربوشر وبيمضي عليها الكمبرمان تمام، وطبعا موجود فيها الوقت وقت العمل بالظبط اللي هتعمل فيه الجوب ده. وبعد ما تخلص الجوب خلصته بتقفل الورك بيرميت بتاعك او بتقفل او بتعمله سسبنشن لو العمليه اتطول. طيب بالنسبه لشغلنا في المات بامب هيحتاج مننا، او المات بامب هيحتاج مننا الورك بيرميت، الورقه اللي انتوا حضراتكم شايفينها ديت. في بعض الشركات بتكون عازله كل ورك بيرميت لوحده، يعني الهوت ورك بيرميت لوحده، والكولد لوحده، الانرجي ايزوليشن لوحده، الكونفايند سبيس انتري لوحده. هنا شركه اديس عامله كل الفورمه دي لوحده، جامعه الاربعه ورك بيرميت في فورم واحده وبتخلصها وخلاص وتملاها، وكل واحد متخصص يمضي على حسب التخصص بتاعه. طيب بالنسبه لشغل المات بامب هيحتاج مني ورك بارد بورك بيرميت، هيحتاج مني جي اس اي للمات بامب، ودي بتكون موجوده عندك في عند الراديو او شوف او سيفتي انجينير، ورقه بي او الكليت بتكون ورقه بي الجي اس اي للجوب بتناقش بتجيبها انت من السيفتي انجينير وتبص عليها وتناقشها مع الناس. هيحتاج كمان منك انرجي ايزوليشن لانك هتعزل كهرباء، سينيور الكتليشن يجي معاك ويعزل ويقول لك ان هو تمام اوكي ويمضي ان هو عمل العزل للمات بامب اللي انت تشتغل فيها دي. عزلت وعملت الورك بيرمت وتمام التمام، ببدا ابلغ انا الحفار بتاعي والله انا احنا هنشتغل في مات بامب رقم واحد او مات بامب رقم، ببلغ الحفار ان انا هشتغل في مات بامب رقم واحد او مات بامب رقم اثنين او لو حفار شغال اوبريشن دريلنج بيرفع وبيعمل بيبلغ الكومباني مان ويعزل وتبداوا يوقف وتعزل ووقف البمبات وتبداوا تعزلوا البمب اللي انتوا هتشتغلوا فيه، وده برضو هنشوفه في فيديو لوحده. طيب هنا الجماعه خلاص الورك بيرميت وعمل سيفتي ميتنج وعزل اوكي وتمام التمام وهيبدا يشتغل في البيست، هيبدا الراجل يشتغل في البيستم. طيب خلاص اول ما يبدا يشتغل في البامب بيبدا يعزل السكشن، يقفل خط السكشن لاين زي ما بنشوف برضو في فيديو ثاني، هيقفل خط السكشن ويقفل الديسشارج لاين الاربعه بوصه بتاعه الديسشارج او الثلاثه بوصه بتاعه الديسشارج لاين، ويعمل بليد يفتح البليد لاين الاثنين بوصه عشان يتاكد ان مفيش بريشر على المات بامب. تمام كده يا شباب؟ يبقى اول خطوه اعزل السكشن لاين واعزل الديستشارج لاين، اقفل الفالف بتاع الديستشارج لاين وافتح البليد لاين عشان اتاكد ان مفيش بريشر، وبعد كده افتح التانك التبريد اللي تحت الكولينج تانك اللي تحت عشان لو البستون دوت طلع طفل وغرق لي التبريد بفضي التبريد وبالمره اغسله واحط فيه ميه حلوه. طيب هو عمل الستبس ديت وبدا يشتغل في البيستم. اول حاجه هيبدا يحل لي على الووشر اللي هو خاصه بالتبريد. بيحل المسامير بتاعتها وبعدين يطلعها يطلع الوشر ديت ويبدا يحل الكلام اللي بين البوني رود، ده البوني رود الجزء اللي تحت ده البوني رود اللي هو فيه الرابر ده البوني رود اللي هو خارج من البامب، وده الاكستنشن. بيبدا هو يحل الكلام اللي بين البوني رود والاكستنشن. بعض البمبات بيبقى فيها لوك نوت بين لسه في ناس بتخش وعايز اسمعها. طيب بعض البمبات بيبقى فيها لوك نوت بين الاكستنشن والرود بيست، فبيحل على اللوك نوت ديت ويبدا يحل بين الاثنين. في بمبات ثانيه زي البمبات الناشونال بيبقى في كلامب، بمبات تانية زي البمبات الناشونال بيبقى في كلام بين البوني رود والاكستنشن، وفي كلام بين الاكستنشن
والبيستون رود، يبقى في بيبقى فيهم اتنين كلام. وفي بمبات بيبقى فيه كلام بين البون رود والاكستنشن، وبيبقى ثريد بين الاكستنشن والبون رود. Never pry between the joint faces of the intermediate rod and the pony rod. These surfaces must be kept perfectly smooth and unmarred. خلاص حل. حل ال extension وطلعه ويبدأ يسحب البستم. قلنا في بعض الديزاين بتاع البمبات بيبقى فيه هنا كلام تاني بيحله ويطلع تاني بالبونورود ويربط الكلام، وبعدين تسحبه تسحب انت البستم بالبونورود تاني زي ما نشوف برضو فيديو تاني. انا طلعت هنا البستم، ببص عليه كويس جدا يا شباب، ببص على الرابر بتاعه كويس، الجزء الرابر بتاع البستم لو في اي تاكل ولا حاجه، وبص على الميتال بتاعه لو في اي، لان ده بيديني انديكيشن لحاله اللاينر برضه. يعني حاله البستون بتديني انديكيشن لحاله اللاينر، خصوصا الميتال بتاع البستون نفسه، الحديد بتاع الهيد بتاع البستون. لو الحديد ده فيه تاكل يبقى اكيد اللاينر كمان هيبقى فيه تاكل. لو المشكله مشكله رابر بس فممكن اللاينر يكون نظيف، لكن لو الحديد فيه تاكل قلت لك يبقى اللاينر اكيد فيه تاكل. طيب هو هنا طلع البستون اهوت، وبعد ما طلع البستون بص على اللاينر مثلا، لقى اللاينر هيحتاج ان هو يتغير، فبيحل على الكلام ده اسمه لاينر ريتينشن كلام. لاينر ريتينشن كلام ده اللاينر ريتينشن. احيانا برضو في بمبات تبقى كلام، وفي بمبات تبقى ساموره عامله زي الورده كده، وهنشوف واحد فيهم. حل هو على الكلام بتاع اللاينر، هيبدا يسحب اللاينر القديم ويطلعه. سحب اللاينر القديم، يبدا يغسل كويس جدا 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 مكان اللاينر ده وبسرعه قبل ما يحصل دراي او للطفله جوه اللاينر. اول ما يخرج اللاينر يبدا يغسل بديزل او بميه، ونظف كويس جدا جدا مكان اللاينر. وهو بينظف بيمد ايده جوه، هو بينظف الراجل ده بيمد ايده جوه اللاينر ويشيك، يعمل تشيك على الوير بليت، يعمل تشيك على الوير بليت، ويعمل تشيك على المكان اللي بيطبع فيه السيل بتاع اللاينر او الجسكت لاينر. لو في اي تاكل في الوير بليت، او في بتلاقي في نقره كده، لو نقره في الوير بليت يبقى الوير بليت ده كمان عايز يتغير. تمام، يبقى بعد ما اخرج اللاينر بغسل كويس جدا مكان اللاينر، وبمد ايده قدام شويه، بمد ايده قدام شويه جوه اللاينر، وبشوف لو في اي خبطه او اي وش اوت في مكان السيل مكان السيل اللي بين اللاينر والوير بليت، يبقى الوير بليت ده كمان عايز يتغير. وبرده اللي بيديني الانديكيشن ده السيل، لو المشكله اللي انا بغير عليها عشان الجاسكت لاينر، لو المشكله اللي انا بغير بسببها لان الجاسكت بتاع اللاينر ضرب، يبقى لازم ابص كويس جدا على الوير بليت. ده حاجه. تاني حاجه، خد وقتك في التشييك، خد وقتك ان انت تبص على كل حاجه، لان انت لو ركبت وطلع كان في مشكله وانت ما خدتش بالك منها بتخش في داون تايم اكتر. فانت خد وقتك في التركيب، انت خلاص فتحت يبقى تاخد وقتك، حتى لو 500 واحد بيتسربعوك، لا خد وقتك بالذات في النقطه دي، لان عشان شلت لاينر وعشان تركب لاينر وبعدين ترجع تحله تاني عشان انت ما خدتش بالك ان في وير بليت
او في جاسكت لاينر كان ضارب وانت ما خدتش بالك، يبقى دي مشكله، يبقى دي مشكله جامده. طيب شباب، الابلكيشن ده بيديك نص ساعه وبعدين بيديك 10 دقائق مور، وبعد ال 10 دقائق بنفصل وبنرجع، هنفصل وبنرجع بعدها بناخد بريك 10 دقائق وبعدين نرجع نخش تاني. احنا معانا دلوقتي 7 دقائق طبعا عشان بعض الناس اتاخروا كده، فمعانا 7 دقائق بعدهم هفصل وناخد 10 دقائق، وناخد 10 دقائق بريك ونرجع نكمل تاني الشرح. طيب الراجل ده خلاص حل اللاينر وطلع اللاينر وبدا يمسح مكان اللاينر كويس جدا، وده اللاينر الجديد. برضو مش معنى ان هو جديد ان انا اركب على طول، لا، برضو بمسح اللاينر بتاعي جديد من جوه وشيك عليه من جوه ان هو كلير، ما فيهوش اي برضو اي خدوش او اي تآكل، وبمسح كويس مكان السيل اللي هيركب اللي بين الوير بليت وبين اللاينر، بمسحه كويس جدا. لو في اي بينت او طلاء قديم امسحه برضو ونشفه. اهو الراجل اهو بيمسح جوه اللاينر وبيمسح ده مكان السيل اللي بيكون بين اللاينر والوير بليت، وبيشوف لو في اي خبطات من بره او حاجه، ممكن يكون اثناء النقل ولا حاجه حصل له خبط. بيبدا الراجل برضو تاني بيغسل وينظف كويس جدا داخل الـ او المكان اللي بيتحط فيه اللاينر. ده شكله او ده رسمه كده بتوضح لي هو بيحط ايده بيشيك عليه. ده شباب ده الوير بليت، ده الجزء ده الوير بليت، ده المكان اللي هيتحط فيه اللاينر. الراجل بيمد ايده، يفضل مدد ايده لحد ما تيجي يمه الوير بليت، يعمل تشيك على مكان السيل. ده اللاينر اهوت، ده الشكل رسم هندسه اهوت اللاينر، وده السيل اللي بين الوير بليت وبين اللاينر. بيعمل تشيك كويس جدا على المكان ده ان ما فيهوش اي ايروجن، ما فيهوش اي نقر، ما فيهوش اي وش اوت، تمام. وزي ما قلت لك خد وقتك في قبل التركيب، خد وقتك اتاكد تماما ان كل شيء كلير ومفيش اي تاكل في اي جزء. ولو انت شاكك من حاجه جيب السوبرفايزر، جيب الطربوشه، يجي بص مش مشكله مش عادي، جيب النايت بوشر لو انت شغال بالليل يجي بص والله يا حاج انا شاكك في الحته في، طب بص عليها برضه يشاركك، تمام. خلاص اتاكدت ان كل شيء تمام ومسحته وتمام. Any particle of matter caught between the two surfaces will prevent an effective seal and also cause the liner to cut. بيقول لي اي جزء بين الميتال تو ميتال ده، اي كاتنج او اي وساخه بين الميتال تو ميتال ده، جزء الميتال تو ميتال اللي بين اللاينر والوير بليت، هياثر لي على المسافه بتاعت الجاسكت وممكن على طول ما يكملش، ويا دوب هتشغل ساعه ساعتين ويروح اللاينر ضارب تاني او الجاسكت لاينر ضارب تاني. اهوت الراجل هيبدا طيب هنا الشحم اللي بنستخدمه اسمه جنرال دوب او مالتي بيربس دوب، جنرال بيربس دوب او مالتي بيربس دوب، اللي هو الشحم الاصفر، مش اي شحم يتحط في المطبم، يعني ما تجيبش شحم دريل بايب وتحط، مش كويس. فالمالتي بيربس دوب ده اللي انا بشحم بيه مكان اللي احط فيه اللاينر، وبشحم برضه اللاينر من بره وبشحم مكان السيل. ممكن يسبب، لو انا حطيت دريل بايب شحم دريل بايب هيسبب لي دامج. بينظف اللاينر ريتنشن كلامب واللاينر ريتنشن نفسه. قلت لك في بعض المطبم برضه بيبقى ده ثريد
اللاينر ريتنشن ده او الستوبنج بوكس ده ثريد وده بيبقى ورده ده بيبقى بن وده بوكس زي بنسميها الصاموله الصاموله بتاع اللاينر ده مختلفه شويه عن الديزاين ده بس البيز واحد او الاساس واحد خلاص هو بيبدا بقى يشحم شويه قدام اللاينر ويشحم السيل كمان هو لسه ما حطش سيل ادي السيل اهوت ده السيل او جاسكت لاينر يبدا يحطه وتاكد من مقاسه تمام وبدا يحط اللاينر واحده واحده كده وبعد ما يحط اللاينر بعد ما يحط اللاينر يا شباب بعد ما احط اللاينر وازق اللاينر تمام برضو بمد ايدي جوه اللاينر واتاكد ان مفيش اي بروز للسيل يعني السيل او الجاسكت مبيت مكانه مبيت مكانه بين اللاينر والوير بليت طيب حطيت هبدا اربط انا اللاينر ريتينشن كلام بربطه كويس ولازم يكون في جاب لازم يكون في جاب بين اللي بين ال... بين الاثنين لو الاثنين قافل على بعض لا يبقى في مشكله يبقى في تاكل في الريتينشن كلام ده بالنسبه للديزاين ده طيب بعد ما ربطت ريتينشن كلام ده ربطته كويس او لو في لو في الديزاين الثاني بتاع البمبات ضربت على الصاموله بتاعه اللاينر كويس لا قبل ما اضرب كويس على الصاموله لازم برضو قبل ما اضرب كويس واخد يعني اجمع بس على الصاموله اجمع على صاموله اللاينر بعد ما اجمع على الصاموله امد ايدي ثاني امد ايدي ثاني جوه اللاينر وامشي كده على السيل وامشي بايدي بصباعي كده على السيل هل السيل مبيت كويس بين اللاينر والوير بليت ولا في بروز لان ممكن وانت حضرتك بتحط اللاينر السيل ده يقع او يقع جزء منه او ما يطبعش مكانه تضرب على الصاموله بتاعه اللاينر والسيل طالع يتاكل السيل السيل وانت بتركبه نفسه السيل نفسه وانت بتركبه يتركب مش في مكانه فوانت بتضرب تقرص على السيل يتقطع السيل تيجي تركب مفيش البمبات مفيش تشتغل دقيقتين تبص تلاقي